الأسبوع اللي فات بدأنا حوارنا مع النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، اتكلمت عن حياتها الإنسانية وبدايتها ونشأتها. النهاردة هنتكلم في موضوعات أخرى كثيرة، موضوعات حساسة ودقيقة. أتصور أن مدام نبيلة لأول مرة تتكلم عنها. بعد قليل هتشرفني في الاستوديو الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عشان نكمل حوارنا اللي بدأنا الأسبوع اللي فات. دكتور أسامة الباز، رغم أنه كان رجل مستشار لرئيس مبارك رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، أكثر زوج قعد في حياتك؟ 9 سنين. الرئيس كان عارف؟ ما طلبش منه أنه يخفي الخبر؟ يخفي الخبر؟ لا، أنا ما سألت، قلت له لو عارف هتقوله، قال لي حاولوا السلام عليكم. عملت الراقصة والسياسي مثلا؟ لا، ما كنتش اسأله. قال ليش انت عامله اسقاط سياسي او كشف مصدور؟ لا 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 لا، انت عملتي افلام. لا 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 لا، ولا النظام في عز قوته، ولا عمره ارى سيناريو عندي ولا اي حاجه. كان بيركب المترو. انا عارف بيركب المترو وبيركب الاتوبيس. انت فنانه، اللي بيتعامل معاكي كفنانه بيقول انك انت وصلتي الى مرحله صعبه جدا في التمثيل. المرحله دي وصلت نتيجه انك انت بقيتي بتختاري ادوارك بعنايه، وبعدين كمان ادوارك بقى لها مردود سياسي. يعني اللي انا عايز اقوله، كم من افلام لطيفه ظريفه ممكن نشوفها للممثلين بنحبهم والفيلم يعدي. لكن انا بنيجي نقف عند افلامك، قضيه سميحه بدران، الراقصه والسياسي، ويقولوا طبعا معاكي كاتب كبير زي الاستاذ كله، احسان عبد القدوس، وسيناريو حوار وحيد حامد ومصطفى محرم، ومحمود ابو زيد. الراقصه والسياسي عملت مشاكل؟ لا. هل الشخصيه اللي اتكلمت عنها في الفيلم عملت لك مشكله؟ لا 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 لا، هم قالوا ان وزير مهم ساعتها كان موجود ومعروف. هو دايما احسان بيبقى عارف الله يرحمه، لكن ما يقولش حاجه ابدا ابدا ابدا. حاولت انا كذا مره اسال في حاجات او اتدخل واسال واقول له ده كان مين، ما يقولش. لا، ما يتكلمش. بس انت تبقي عارفه داخلين جواكي. لا لا لا، احيانا ما بقاش عارفه. طب بتدفعي ثمن بعد كده العمل السياسي ده ازاي؟ يعني حد يلومك، حد يقولك الحكومه النظام مش رأي. ولا روايه انا عملتها دفعت لها ثمن ولا اي حاجه. انا في رقابه، في مؤلف مسؤول، في مخرجين، في مخرج، في كاتب، في اديب، هم دول. لكن حتى كشف المستور يا مدام نجيلة ولا اي حاجه. ده كشف المستور ده انا بستغرب. وحيد حامد كان عنده ازاي البعد الشديد في الحوار اللي دار بيني وبين الشيخه لما رحت لها في البيت، اللي هي مدام عايده عبد العزيز، وبعدين قلت لها هي دي الدوله الجديده يا اخي؟ ايوه. من فين كان عنده البعد ان في دوله جديده؟ لا، حاجه مش معقوله. قلت لها هي دي بقى الدوله الجديده؟ ولما كلمت الشيخ وجزر البهاما وما بعرف ايه وايه 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 وكل الحاجات دي كلها، من فين يا اخي؟ يا اخي من فين الكلام ده؟ ما احنا مرينا بيها، احنا مرينا فعلا بيها، وده كان في فرق بينه وبينها كام سنه كتير. انا سمعت انك انت رفضتي 6 اعمال، انا اندهشت، رفضتيهم ليه؟ ما بقتش قادره اعمل حاجه. انا اذا وانا طفله صغيره وانا بتفرج على المشهد، لو لقيت حد بيقول حاجه غلط اعمل كده وافوق مع نفسي وبعدين ارجع تاني، ده من وانا عيله صغيره. بس انت مقيمه اعمالك، يعني انت جواكي اكيد انت عندك ايفالويشنز او تقييم لاعمالك، صح؟ طبعا مقيمها. يعني رتبي لي كده اعمالك من تقديرك. لا، في اللي بتشوف انك انت كنبيله كنت فيه في كلايمكس الفتره بتاعت احسان عبد القدوس، طبعا اللي هي الفتره بدايه من العذراء والشعر الابيض، ارجوك اعطيني هذا الدواء، ده حاجه من ورا العقل، ارجوك اعطيني هذا الدواء ده، ولو ان هو بيتعرض قليل قوي على التلفزيون. ما اعرفش، الايام في الحلال، الراقصه والطبال، الراقصه والسياسي، كل الحاجات دي كلها. طبعا كشف المستور، عتبه الستات بقى بعد كده، محمود ابو زيد، ديك البرابر، التخشيبه، اغتيال مدرسه، قضيه سميحه بدران، كلها دي حاجات. ده انا بسميها
الفترة دي بتاعت الوهج الفني اللي كان حاجة حاجة كل الأفلام كل الأفلام. أستاذ إحسان عنده رؤية، ويعني أنا كان حظي كنت محظوظ إن أنا يعني التقيت بيه صغير وسمعت عنه كتير من والدي الله يرحمه، لأن هو كتب له سيناريوهات. لكن أنا اللي عايز أعرفه التلاقي الفكري اللي حصل ما بين نبيلة عبيد كفنانة استطاعت أن تجسد شخصيات إحسان عبد القدوس بهذه المقدرة في الأفلام اللي أنت قلتيها، سواء أرجوك أعطينا ده وأنا برضو بأشيد بيه بأسمنه. إيه التلاقي اللي بينك وبين أستاذ إحسان؟ التقيته في إيه؟ وإمتى قال لك ككاتب أنا سعيد إنك أنت عملتي الدور ده؟ هو على طول كل الأفلام اللي أنا بريدة خدتها منه وعملناها، لأن هو كان كل رواية يكتبها يقول لي تعالي اقريها تعالي اقريها واروح اقراها ويتم الاتفاق عليها. لكن هو يعني ازاي انا حطيت ايدي على موضوعات انا حاسه ان انا ممكن اعملها كويس؟ الموضوعات هي انت اللي بتقري بنفسك يعني. هو لا، هو اللي ورايا، هو اللي يقول لي تعالي اقري الموضوع ده. في حاجه كتبها لك مخصوص ليه انا مخصوص؟ لا خالص. لا 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 لا. طب امتى كتب لك مخصوص؟ لا ما فيش حاجه كتبت لي مخصوص. نبيل عبيد ما كتبلهاش مخصوص؟ لا لا لا، احنا بنسمع النهارده عن نجمات عفوا يعني صغيرين لا جدا. بس مش احسان عبد القدوس. انا بتكلم عن الاستاذ احسان، انا بتكلم عامه. لا يعني لما يعني يجي منتج يقول لك انا عايز فيلم نبيل عبيد، ما انت كنت بتجيبي ايرادات لوحدك. انا كنت بجيب الـ 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 الفيلم اتباع عليه 10 افلام. 10 افلام باسمك. لكن ما يعرفوش معاكي مين البطل، خلي بالك. لا لا لا، عشان كده بقول لك انت كنت نجمه مصر الاولى. لكن لا يعني لما يكون مثلا في سيناريو بيتعمل فيتقال ده لنبيله، من هو بيتكتب بيقال ده لنبيله. في فتره جت فتره كده زي ايه؟ اللي هو الفترة اللي أنا ونادية الجندي كنا الاثنين قدام بعض. يعني مصطفى محرم يكتب لها ويكتب لي، يعمل لها هي فيلم ويعمل لنا فيلم كتابة، فاهمني؟ أشرف فاهمني يشتغل معايا أنا الـ 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 كمخرج، وهي يكون معاها مخرج آخر، ومصطفى مشترك ما بيني وما بينها. لكن أنت تقصد أن إحسان كتب لي أنا حاجة؟ لا ما حصلش. لا انا بتكلم عامه بشكل عام مش احسان. يعني لما يكون في موضوع يعني كشف المستور كلمني عليه وحيد حامد ونزلت وعملته في شهر اغسطس، محموده مزيد عتبه الستات، ما هو دي ده لنبيل عبيد، بكتب لنبيل عبيد. التخشيبه يعني كان عاطف الطيب يقول انا حيران لو ما كانتش هي كنت هجيب مين؟ هجيب مين؟ تخيلي ان فيلم التخشيبه يا مدام نبيله، ده صحيح، الدكتوره الجامعيه المحترمه اللي في لحظه من اللحظات تجد نفسها متورطه في قضيه اداب وهي ست زوجه فينهار كل شيء، زوجه وام وحاله انهار كل شيء. ما يشوف في الاخر عملت ايه؟ عملت ده مرتين في افلامك. فين؟ القتل، الذبح اللي عملتيه، حمدي الوزير في النهايه. شفت انت عملت ايه واللي عملتيه في الاستاذ بوكر عزت برضو. طبعا ناسين طبعا المرأة والسطور. المرأة والسطور ده حاجه من العلامات، ده العلامة من العلامات من العلامات. بتوصلي ازاي لهذه المرحله من التشخيص؟ يعني بتقدري ازاي؟ لا ده تعب يا عمرو. يعني انا عايز اعرف بتتعاملي ازاي مع الدور. انا على فكره بعتبر ده درس لناس كتيره جدا من الفنانات الصاعدات اللي لازم يعرفوا ان التمثيل النهارده اصلا بقى سهل شويه. التمثيل لا 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 مش سهل، عشان انا لما رحت مسقط وطلبوني ادرس التمثيل هناك قلت لهم هم دول كلهم كانوا محترفات بيمثلوا في التلفزيون، لكن انك تقول لهم ازاي تتحضر وازاي دي 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 ده الصنعة بتاعتي بقى، شغلي بقى اللي انا بشتغل، وحقول بقى سري ولا هعمل ايه؟ يعني هقول سري بس لكن هو واضح ان في حاجه في يعني انت بتذاكري، بس بتذاكري ازاي؟ لا ده ما هو ده 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 سري انا، ده سري انا هقوله ازاي؟ لكن انا كنت معاهم هناك مع
في ممثلات منهم كبار جدا اللي هي في ست محترمة جدا بتعمل أدوار الستات الكبار اسمها يقولوا عليها ماما شمعه، وفي بنات بقى صغيرين قيس على كده. ولكن انا كنت لما بقعد معاهم كنت حريصه ان انا اقول لهم ازاي بتحضر، ازاي بتهيئ، ازاي بعمل ده، لان ده في كل ده داخل في الصنعه نفسها. بتعرفي تفصلي بعد الفيلم او بتعرفي يعني احمد زكي الله يرحمه انت يعني اشتغلتوا مع بعض وعملتوا اعمال؟ لا، احمد سكتي. سكتك؟ سكتي يعني احمد زكي سكتي تماما، عشان كده لما كنت اقف معاه او 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 نشتغل مع بعض عارفه ان السكه دي سكتي، وعارفه ان هو بيشتغل ازاي وانا بشتغل ازاي. فكان بيبقى فيه يعني احمد ما يكون عنده حوار مهم جدا فيه يقول الحوار وما باصين للكاميرا، هو ولا يهمه كاميرا ولا يبص للكاميرا ولا عايز يبص لها. يا عمي بص، يقول له اذا كان اشرف او اذا كان عاطف الطيب ما يقولولوش، لان هو سايبينه بطبيعته. انا كده كمان، انا كده لا بص للكاميرا ولا عايز ابص لها خالص ولا ما 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 حسب الطبيعه، حسب انا النيرف بتاعي شغال ازاي. هو احمد زكي الله يرحمه كان كده. كان حضرتك من النوع اللي ممكن ما ينفصلش عن الدور طول ما بيأدي الدور، ولا بتفصلي؟ لا ما افصلش طول ما انا بشتغل. انا بيبقى يعني الدور اللي تعبك قوي نفسيا، بتبقى حالتي بتبقى حالتي وحشه. زي ايه يعني؟ امتى الدور ده حصل؟ امتى حصل معاك؟ توت والوحل. احنا ناسيين في كلامنا الوحل. الوحل تعبني جدا يا عمرو، تعبني جدا الوحل، لان ده في شم وفي شكل عينين بتتغير، وفي شكل اداء بيتغير، وفي عصبيه بتحصل لو ما خدتوش، وفي ده وفي ده وفي توت. اللي عندها البلاهه ده. انا بلاقي بنات جايين في الـ في الـ في الـ في, الـ في البرنامج اللي بنعمله جايين بيعملوا توت. طب انا كنت فين؟ كنت امبارح ولا اول امبارح ما اعرفش كنت فين، ولقيت ست لطيفه جايه تتصور معايا وتقول لي انا، هي اسمها كريمه، تقول لي انا على طول في البيت اقول لماما بطني كريمه اوجع، بطني كريمه اوجع. يعني بياخدوا حاجات من الحاجات من الافلام دي بتعلم. يعني انت في البيت كنت متاثره بالشخصيه؟ كانت تعباني، كانت حاجة تعباني. ازاي الرجل امشي بيها، وازاي طريقة الكلام، وازاي دي ما عندهاش الا 15 كلمة بس تقولهم، وازاي البصة، وازاي النظرة، ازاي الحاجات دي كلها. الحقيقة يعني بحس انك انت تعبتي. انا في مشوار يعني وحياتي. طبعا تعبتي كتير جدا جدا جدا. و استحملت كتير؟ طبعا. الشغلانه دي اذا ما كانش الواحد يستحمل فيها لا، لازم يكون بيحبها الاول عشان يقدر يستحمل. يعني لازم يكون بيحبها قوي 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 عشان يستحمل. لو حد ما بيحبهاش لا، ما قدرش استحمل، هيقولها باي باي على طول. هل تعرضتي فيها لغدر او خيانه من مقربين منك في الشغل يعني؟ في حياتك؟ في حياتي انا في حاجات كتير، بس انا مش عايزه افتكرها عشان ما طبعا في حاجات. الصديق لما بيغدر بيكي بتتعاملي معاه ازاي؟ لا، مؤلمه قوي. بتواجهيه؟ لا ولا بتبتعدي؟ لا ببعد. ما بعد لو صديق يغدر بيا ولا ما بعد. دايما كانوا بيحطوكي في مجال المنافسه، دايما يقولوا كان في ثلاثه دايما يعني بينافسوا بعض على الساحه السينمائيه يعني. حضرتك ومدام ناديه الجندي والفنان عادل امام كنتوا دايما اكتر اعلى ثلاث ايرادات في السوق. ده صحيح. هل هذه المنافسه خلقت جو سينمائي جميل ام خلقت جو عدائي بين الاطراف المتنافسه؟ لا، مع ناديه هو كان في وقيعه على طول. ناديه كان في وقيعه على طول بيني وبينها،
وانا قعدت فتره مش عارفه ايه السبب، صدقني قعدت فتره مش عارفه ايه السبب. وبعدين عشان انا متاكده ان انا ماليش دخل ولا اي حاجه، فبدت اسعى عشان المسائل دي تفهمها صح. بدت اسعى تمام. لما حتى والدتها توفت كنت عايزه اروح اعزيها، فروحت وعزتها، يعني طلبت من جمال سلامه لان هو ساكن معاها وصديق مقرب لها، ورحت عزتها وانتهى خلاص الموضوع. لان كان في ناس شغلتها اصل بص، كل ما يلاقوا اتنين مختلفين يلعبوا هنا ويلعبوا هنا. في ناس مقربه بقى بين الطرفين تحب تلعب، تقول كلمه، تتحمل دي من دي، يعني 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 مع ناديه عشان ما فيش حاجه، يعني يعني مع ناديه يعني اتهمت بحاجه ماليش علاقه بيها حقيقه، ما اعرفش اساسا تتعامل ازاي. يعني التهمه اللي عملوا اللي قالوا عليها اساسا انا ما اعرفش هي تتعامل ازاي، الدور يتادى ازاي، يعني يتعامل ازاي ما اعرفش. فعشان كده وبرده تلاقي في خلافات مع بعض الزميلات ويتدخلوا ويوصلوا من هنا ويوصلوا من هنا، ولما نقول لا يا جماعه ما هو في خلاص ونتصالح، يقول لك لا اصل ما ينفعش، لما بيحصل خلاف اصل ما بينفعش بعد كده ليه، ما هو خلاص حصلت الخلافات وانتهت وقلوبنا صفيت وخلاص خلاص ما دام صفيت. علاقتك بنادية جندي النهارده ازاي؟ فل الفل. اتصالحتوا خلاص؟ ما مش اتصالحنا، في صفاء. يعني يعني انا اسال عليها واقول اخبار عملها ايه، يا رب يكون كويس، يا رب يعني ان شاء الله يكون كويس، يا رب يعني يكون ماشي الامور بتاع، يعني يعني شايله همها بصريح العباره، شايله همها فاهمني؟ جيل واحد وحمل همها، يعني 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 قدمت على حاجه وربنا يوفقها وكده، فانا ببقى معاها حمل همها شايله همها. فده معناها ايه؟ معناها ان في صفاء خلاص ما فيش. لقيت ان الحياه مش مستاهله لا ان لا الواحد لا يخوض في صراعات لا مع حد. لا 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 خالص. دي نصيحه تبعتيها للجيل الجديد؟ طبعا. تقول لهم ايه؟ طبعا لأي حد. الفنانة الكبيرة اللي في حجمك لما تنصح لأي حد يا عمرو، مش لجيل للجيل الجديد في المهنة بتاعتنا أو كده. لا أصل البعض ممكن يكون بيتكالب على الدور واتخد مني الدور وراح الدور، يعني في برضه الجو ده بيبقى في. لا بص أصل أنت لو لك نصيب وجاي لك حاجة هتجي لك لما تكون في بق الأسد من جوه، ولك حاجة هتجي لك الحاجة دي لغاية عندك يعني. انما انا بقول دايما انا شخصيا مع نفسي انا في حاله صفاء تام وسكينه وسكينه وانا اللي بمد ايدي لل يعني لو في خلاف لو في اي حاجه انا بمد ايدي، وانا اللي بسعى، وانا اللي مش عايزه انام واكون مفكره ان في خلاف مع حد، لا مش عايزه. وبالنسبه للنوم عايز اسالك سؤال، انت ليه دايما بتنامي 7 الصبح؟ انام 7 الصبح او 6 الصبح يعني متاخر؟ مين اللي بيقول مين او بتنامي بقى؟ قريت مره كده يقولوا نبيل عبيد بتنام بعد لما الناس تصحى. لا الا اذا كنت شاربه شايات كتير او لا مش يعني ما عندكيش ما بتحبيش تسهري بالليل، في كائن ليلي اصلا. لا لا انا كائن ليلي. انا كائن ليلي فعلا، انا كائن ليلي فعلا، يعني احب الليل، احب الليل فعلا، وما احبش الصبح، ما احب صحيان الصبح ابدا ابدا، حتى ايام المدرسه اتضرب عشان اقوم واتجرجر عشان اقوم واقف على الحوض عشان اغسل وشي، افضل عامله كده يلا تصوبي واعمل كده حاجات كده. لكن انا كائن ليلي كائن ليلي، انا بحب الليل، لكن 7 و6 الصبح الحاجات دي الا اذا كنت واخده شايات كتير بقى وغصب عني غصب عني، لكن مش على طول. تلفزيون فين؟ يعني انا فاكر حضرتك وعايز افكرك بعمل من اهم الاعمال اللي انت عملتيها تلفزيون زمان، قصة الراحل العظيم مصطفى أمين. إخراج الراحل العظيم حسن الإمام. يا سيدي على كده. إنتاج أفلام التلفزيون كان يترأسها والدي ممدوح الليثي رحمة الله طبعًا عليه. طبعًا. مسلسل طبعًا. صاحب الجلالة الحب. أحلى حاجة اتعملت في التلفزيون.
ده يعني أنا أول مسلسل سينمائي. وكان حاجة مش معقولة يعني اتعمل كده، وكان في كم كبير من الممثلين، وحسن الإمام أبدع فيه. أعنف مسلسل سياسي واجه أزمة سياسية في مصر. لما أنتج المسلسل ده وكان إنتاج التلفزيون. التلفزيون. أي. إنتاج أفلام التلفزيون. أي. في ذلك الوقت اعترض المشير الراحل عبد الحليم أبو غزالة على عرض المسلسل، ورغم أن أحداث المسلسل كانت تدور في فترة ما قبل الثورة، كما كتب الأستاذ مصطفى أمين، إلى أنهم قالوا أن في إسقاط على أن ده أحداث تمت بعد الثورة. وبعد ما كان المسلسل 15 حلقة تم إيقاف وصدرت التعليمات، كان عليه مشاكل واتشال منه كان عليه 4 حلقات، كان عليه مشاكل كتير. الكلام ده كله كان صحيح؟ انا مش متذكره، لان انا شخصيه بيبا دي عملتها في السينما كمان في فيلم كانت عاملاه ناديه لطفي، وكان اخراج حسن الامام، وبرده كنت عامله نفس الشخصيه، فالاثنين عارف داخلين في بعض. داخلين في بعض. لا بس بيبا التانيه كانت على علاقه بمسؤول كبير في الدوله. دي بتاعت الفيلم، مسؤول عسكري في الدولة بتاعت الفيلم. ايوه. لا بتاعت المسلسل. مسؤول كبير قوي، او كان حسين فهمي اللي عامل الدور. كان حسين فهمي اللي عامل الدور. مش متذكره بالظبط احداثه، كان ايه المشكله الكبيره اللي هي وقفت فعلا الاسقاط. مش عارفه، مش متذكرها لان بقالها مده، لكن ده من احلى ما عمل التلفزيون. انت فيلم التلفزيون عملت العم نور، كان مسلسل جميل. عملت يعني. لكن فيلم التلفزيون انا عملت البوابة الثانية. والبوابة الثانية ده البوابة الثانية يعني مصر بالنسبة لفلسطين. يعني انت لما تطلع من البوابة بتاعت فلسطين بتبص كده يعني خطوتين وتلاقي البوابة الثانية اللي هي مصر. ف عملنا الموضوع ده، ولكن يبدو ان الموضوعات اللي من النوع دي اللي فيها سياسة وفيها الحاجات الاحداث بتاعت الموضوع بتاعت البوابة التانية، معرفش بالظبط هو اتعرض مش بالكم اللي المفروض كان يتعرض بيه. ممكن الناس تكون عايزة نوعيات تانية، لكن النوعية اللي بتبقى من المسلسلات اللي لها قيمة زي دي، لأن ده مسلسل له قيمة بيوري دور مصر تجاه القضية الفلسطينية. لكن لما يجي بقى حاجة عشان تتعمل في التلفزيون يا عمرو، هو مش بالضرورة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة. يعني أنا بخش عند الناس، لازم لما أجي دخل عند الناس أعملهم حاجة كويسة. ما ينفعش أبقى عاملة حاجة وحد يقوم من على الكنبة ويروح الناحية التانية ويرجع وهي قالت إيه؟ هي يعني قالت معرفش إيه؟ لا لا لا، لازم يبقى حاجة حلوة كويسة أنا أحبها وتتعمل تبقى كويسة. طب بصراحة أنت راضية عن المسلسلات اللي اتقدمت في رمضان اللي فات؟ أنا صدقني يعني لو قلت لك إن أنا مش كله اتفرجت عليه. يعني كان في انتقاد للأعمال دي بعضها، طبعا في أعمال منها متميزة، لكن البعض انتقدها إنها بقى فيها نوع من يعني الإباحية شوية. الألفاظ. والألفاظ. الألفاظ. وتايبس واحدة أو نمط واحد يعني. في الألفاظ، لا هي الألفاظ اللي بقت جديدة علينا. يعني الألفاظ، يعني لما يتقال كلمة أروح أنا أعمل كده أقول اللي اتقال إيه؟ ده اتقال فعلا؟ الألفاظ هي دي اللي بقت جديدة علينا. ده اللي بقى جديد. إنما في حاجات بتبقى كويسة، في موضوعات بتبقى كويسة ما فيهاش ألفاظ. إيه اللي عجبك؟ شفتي إيه عجبك مثلا؟ مين ممثلات النهاردة عاجبينك من الجيل الجديد؟ بص يا عمرو، عشان دول كلهم أنا بحبهم ودول زمايلي وعلاقتي بيهم كلهم حلوة قوي قوي قوي. أنا ما أقدرش أقول فلانة ولا فلانة ولا فلانة. لا ده مش هقدر أتكلم في الموضوع ده، لأن دول زمايلي. ما اقدرش افضل واحده على واحده بي 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 بيحصل زعل. يعني انا لو زميله جت وقالت والله اتفرجت على فلانه وما قالت، يعني بيحصل. أيوة. وانا مش عايزه اعمل كده يعني داخليا انا برفض ان انا اقول الكلام ده. ولكن في موضوعات بتبقى كويسه. انا اللي عاجبني الجديد بقى، اللي عاجبني
الدمج ما بين المسلسلات المصرية واللبنانية. عجبك الموضوع؟ في طعم. حصل في طعم دمج الممثلين مع بعض، وده كان حصل زمان. احنا كنا بنشتغل مع لبنان، كنا بنعمل الافلام، كنا بنعمل افلام في لبنان كده. الطعم الجديد اللي حاصل ده هو ده اللي عجبني. هل دي مواجهه للدراما التركيه مدام نبيله؟ طب زمان كان في عندنا الممثلين فريد شوقي كان بيشتغل في تركيا على طول. صحيح. وتركيا كانوا على طول بيصوروا في بيروت. بس النهارده انا ما اشتغلتش في حاله تركيا. يعني في حاله قلق شويه النهارده عندك المنتجين المصريين والمحطات المصريه من المنتج التركي، لانه اصبح بيغزو المحطات بشكل قوي. ده صحيح. هل المنتج المصري اللبناني ده ممكن يكون بيرد على او يقدر ينافس الدراما التركيه، خصوصا ان خلي بالك الدراما التركيه بقت فيها انفاق في الصورة عالية. طبعا لا هم شغالين فيها جامد قوي، وبيقدروا يعملوا دعايه عن بلدهم من خلال الدراما اللي بيقدموها. يعني الدراما اللي بيقدموها انت تبقى عايز تروح تشوف البلد من خلال الدعايه على البلد، الديكورات، الفرش. ده احنا دلوقتي حصل تقدم كده، حصل في بعض المسلسلات ماشيه في السكه دي وبتتقدم كده. عايز اروح لموضوع الممثل المصري النهارده. يعني الحقيقه الفتره اللي فاتت احنا فقدنا، وبنشوف كل يوم والتاني نسمع عن فنانه او فنان كبير قدم وخدم الفن وعمل اعمال، ويا ما ضحكنا ويا ما بكانا زي ما بيقولوا. طبعا. وانا اكتشف انه عايش دلوقتي مريض، والنقابة أو الجهات المعنية مش قادرة تصرف على علاجه، أو ما عندوش الحياة حتى الكفاف اللي يعيش حياة أو ينهي حياته بشكل كريم. شايفة ده إزاي؟ وأنت الحقيقة زي ما قلت قبل كده في الجزء الأول، أنت كان ليكي دور وليكي باع كبير في جولات وبتعمليها، ويعني وحاجات كتيرة يعني أنت ما بتحبيش تتكلمي فيها، بس أنا بقولها إنها بتحصل الحقيقة. أي حاجة محيرة، لأن النقابة على قد ما بتقدر بتعمل. الدولة لازم يكون لها دور، ولكن الدولة عندها أعباء ومشاكل برضو كتير، إنما لازم يكون دور الدولة في الموضوع دون. لأن أي ممثل أو أي ممثلة بتطلع فبيقول الممثل المصري، الممثلة المصرية، فاهمني إزاي؟ ففي دور للدولة. حاجة كمان بقى تانية، صندوق الخير. في حاجة اسمها صندوق الخير في النقابة. ده ممكن يكون يحصل فيه من كل واحد لو يقدر. ده مقترح بتقترحيه حضرتك؟ لا ده موجود، صندوق الخير. ده موجود صندوق الخير، وده لعلاج المرضى الغير قادرين، ولعلاج اللي مش قادرين. يعني على الأقل مش قادرين. انما لما النقابه بتدخل اللي بيتعبوا او بيعيوا بتدخلهم مستشفى، بعد كده لما بتبقى الحاله ميؤوس منها بتحول على مستشفى تانية. ده اللي هي قادره عليه تعمله. انما صندوق الخير ده لازم يعني كلنا نكون لنا يد في الخير فيه، كلنا لازم، يعني لان ده للغير قادرين هيساعدهم وهيساعد كمان النقابة. في حالات تانية بتبقى الدولة، دور الدولة مهم فيها قوي. يعني اتكلم على الأدوية يا عمر، الأدوية اللي موجودة حاليا مهما تاخد منها ما بتسعفكش، ما بتعملكش أي حاجة أبدا. الحالة دي تتحل إزاي؟ ما هو انت لو رحت دلوقتي عشان تتعالج وكتبت لك روشتة ورحت جبت الدواء، والدواء ده بتاخده زي الطباشير ما بيعملكش اي حاجه، طب ما هو برده دي مشكله كبرى. طبعا. ما هو ده الفساد اللي احنا كنا بنتكلم عنه، اللي هو الادويه المغشوشه واللي تاخد حبايه من حاجه بتاعه بره قصاد 10 حبايات على ما تجيب لك نتيجه. مزبوط. طب ما هو برده ده المرضى دول العيانين دول اللي بياخدوا الادويه اللي هي ما بتجيبش نتيجه معاهم، ما هو دي ده برده بند تقيل جدا. الفساد اللي كان حاصل، فاهمني؟ في حاجات تانية، في اعباء كتير، انما خلينا عشان نحل حاجه نتكلم في صندوق الخير.
يا ريت صندوق الخير كل واحد يقدر على حاجة اهو علشان المرضى الغير قادرين خالص خالص خالص. يعني اللي عنده دواء ومش قادر يعني خلاص ما بيستعملوش ما يكونش اكسباير يوديه مستشفى، اللي قادر يروح يعمل يجيب حبة حاجات ادوية وحاجات يوديها، بس تكون ادوية كويسة ما يكونش كمان ادوية راحت الوقت بتاعها او كده. انا بعمل كده، يكون عندي شوية أدوية خلاص أنا مش عايزاها، فيتامينات ده مستشفيات على طول. في ناس محتاجة الكلام ده، في ناس محتاجة للكلام ده يا عمرو. لكن هي دي حكاية قضية كبيرة لابد أننا كلنا نقعد نتكلم فيها ونتفاهم فيها، وصندوق الخير ده كلنا لازم 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 نشترك فيه عشان مساعدة الآخرين الغير قادرين بالمرة. طيب على زي ما قالت مدام نبيلة، احنا هنروح وهنعمل زيارة، هنعمل زيارة لبعض الناس المسنين، هنزورهم ونطمن عليهم. هكون معنا مدام نبيلة عبيد، تعالوا نشوف هذه الزيارة الجميلة، لأن أنا بشكرها جدا مقدما أنها ادتنا الفرصة أن احنا نروح معاها ونزور ناس مسنين محتاجين أن احنا نقف جنبهم ونطبطب عليهم. تعالوا نشوف الزيارة. النهارده جاي ازور ام عادل. ام عادل انا كنت قريت في اخبار اليوم انها 10 سنين في الدار وولادها ما جوش يزوروها، فانا الحكايه دي شدتني جدا جدا واثرت فيا قوي قوي، فرتبت وطلبت وجيت. وهي كانت طالبه طلب بسيط قوي قوي قوي، هي طلبت فته ولحمه، فانا الحكايه دي اثرت فيا جدا وجبت لها وجيت وزرتها اسمها أم عادل. فأنا النهاردة برضو يعني استكمالا لعلاقتي بيها، أنا كنت ضيفة في برنامج واحد من الناس، فحابة من خلال برنامج واحد من الناس إن أنا أجي أزورها مرة تانية. أنا الحقيقة طلبناها في التليفون وكنت فاكره انها هتعوز يعني حاجه تانية زي اللي طلبتها او كده، لقيتها طالبه طلب تعالوا نطلع نشوف الطلب اللي هي طالباه ايه. يلا تعالوا معايا. اهلا اهلا اهلا، ازيك؟ ازاي صحتك؟ ازاي ما انا لاحظت كده المره اللي فاتت حتى من الدوله والله ما فيش اعانات لا اجانب ولا عرب ولا اعانات من الدوله. الشؤون الاجتماعيه ما فيش. المحلات دي كلها مشاريع صغيره بتساعد الجمعيه. انا شفت المره اللي فاتت، لكن هم اعتقد محتاجين حاجات. يعني انا لما شفت يعني كويس على الجهود الذاتيه اللي انتوا عاملينها، كويس جدا جدا. لك ثلاث دور، ثلاث ادوار. لا هنا دار المقطم، دار الرحمه في مدينه السلام. والله والله كله بالمجان. والله مشكور جدا اللي عامله، والله مشكور. لكن احنا لو هنعرف اسم الدار واي حد يحب يعني يكون يعني يساهم في الحاجات دي يعني نكون مشكورين جدا جدا. وهم ما بيطلبوش، هم ما بيطلبوش حاجة. أنا اللي قريت في الجورنال وجيت على الله يخليك، ربنا يخليك. أفلامها المسموعة خاصة ضد الصهاينة، الله يخليك، الله يخليك. يلا هنطلع نزور أم عادل. تعال نشوف أم عادل هي عايزة إيه. انا جايه لام عادل. فين ام عادل يا جماعه؟ طب انا بس هسلم على ام عادل وبعدين هطلع اشوف. يا ام عادل انا جايه لك. انا جايه لك يا حبيبتي. اهلا اهلا بيك يا حبيبتي. الله يخليك. الله يخليك.
حبابتي قلبي. أنا بس عايز أسألك سؤال، هل حد من ولادك اتصل بيكي بعد ما جنالك؟ أبدا والله وربنا أبدا أبدا. ما جونكيش من يوم ما جنالك المرض؟ والله ده جوني وحياة ربنا وحياة ولا ربنا. ولا حتى لما أعرف الجرايد والحاجات والله العظيم وربنا ما جوني أهو. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إزيك يا حاج؟ أنت معاهم هنا؟ اتفضلي حبيبتي. انا ثانيه استريح. ايه هخش استريح. حاضر حاضر هخش استريح. تعال 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 يا حبيبتي. والله ما حد جاني وحياة ربنا، ما حد جاني غير ابن ابني جيني كده هو واقف على حيله سألي سناء. والله كتر خير يا رب يفضل كده على طول. وانتي انتي يعني انتي بيجولك يشوفوكي ولا ما حدش بيجيلك؟ الله الله، دي ظاهرة غريبة جدا يا جماعة، ان ازاي الـ 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 الاهل والاولاد انهم يجيبوا اهليهم ويحطوهم. يا انا اللي مربياهم على 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 كل حاجه كويسه ومربياهم احسن تربيه احسن تربيه. انت عندك كام؟ انت عندك كام؟ انا عندي في العدو 2 ايتام، امهم ماتت ولاد ابني وانا اللي مربياهم، واحد مهندس والتاني مهندس برضه، واحد في الكليه في بتاعت الفنون الجميله خريج كلية الفنون الجميلة محمد وعصام. بس أنا مستغربة يا جماعة عن يعني أنت بتقولي لي وأنا قلبي بيوجعني من جوه، إن إزاي يعني ولاد ممكن يجيبوا أهليهم يجيبوهم يعني. هو محمد اللي جابني، سأل الشيخ هو اللي جابني لحد هنا. من يوم ما جت يا سيدنا الشيخ ما حد سأل عنها. لا إله إلا الله، لا اله الا الله. حتى اللي بيسمع يا والله ما بيجي لها يعني. انا الحكايه دي لما قريتها في الجورنال في اخبار اليوم يعني دي شدتني، ما تصورتش يعني، حسيت ان انا مش مصدقه اللي انا بسمعه ده. لكن لما جيت لقيت انه واقع ولقيت انه حقيقه وقلت يمكن من فته و ولحمه ضاني. لا ضاني لا، بتلو مدام ولادك ما قلتكوش، وعشان تاكلي معاهم الضاني انا جبتلك عشان ولادي. انا يا حاجه لما لو لا الشيخ بيجيب لنا كل حاجه صح ولا لا؟ انا بيجيب لنا كل حاجه. سعديه ديت اللي جبناها من اسمها سعديه، سعديه الله يرحمها، من شارع السد كانت نايمه على رصيف جبناها سليم، قعدت معانا سنتين دائمة الابتسام وهي بتزغط لولادي وهم مطلعين سجان الكحك على السطح. في صلاة الفجر انتقلت إلى الرفيق الأعلى. فناس من العمارة اللي هي تابت قدام جم قالوا لنا ده في دكتور وفي جامعة حلوان، الدكتور ده هي كانت شغالة عنده وقربته على بعد سليم. طبعا احنا ما اتصلناش بيه، لناش دعوة. فوجئنا بيتصل اتصلنا بيه اسف، فبنقول له تعالى شوف الحاجة، وربما نكون احنا سميناها. قال انت بتتكلم الكلام ده ازاي؟ اما انتوا اهل الدين بتسمموا، سبتونا ايه؟ قلت له طب تعالى شوف يعني ودعها، ما جاش. فدي ظاهرة جديدة. انا حقيقي مش قادرة اصدق الكلام اللي بيتقال، لكن حضرتك بتقوله يعني يبقى خلاص، يبقى القسوه دي. لا هو الشيخ اصلا انا 36 سنه في العمل ده، 36 القسوه دي يعني، ده حاجه ظاهره احنا بنمر بيها. المجتمع بيتفهم. لا 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 ما شفتش كده، لا 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 لا، ولا انت حد بيجي لك ابدا؟ يوم ما جت لك عندك ولاد؟ ابويا واخويا وابني كل حاجة عم الشيخ، ومن كتر محبته والواجب اللي هو عامله لنا بقول له وبترجاه يدفني هنا في مصر، واصلا كمان بحب مصر. انت منين؟ انت منين؟ انا من دمياط. من دمياط. لكن هم لما جابوك انت بقالك كام سنه؟ انا اللي جاي لوحدي. انت اللي جيتي لوحدك؟ بتترجى عم الشيخ ياخدني. وعرفتي المكان هنا ازاي؟ لك حاجه التلفزيون التلفزيون والاعلان. طب انت يا ام عادل؟ نعم. دلوقتي خلاص ما فيش اي اتصالات بيهم ولا اي حاجه؟ ما فيش، انا ما مش عارفاهم فين، انا عايزه اعرفهم فين
كل واحد خد مراته وراح في سكة. وانا كنت معايا ابني في الشقة بتاعتي. يعني خد بعضه ومشي وخد حاجتي وراه وحاجتي. تعالى اوريك شقتي مركونه اهي والمفتاح ما حدش بيفتحها. وما بتروحيهاش؟ ما اروحهاش. وده الميه اتقطعت لنا كمان. بقالك قد ايه في الدار هنا يا معلم؟ انا بقالي في الجمعيه الشرعيه قعدت 5 سنين وهنا 3 سنين. يعني هم ودوكي هناك على المكان الاول اللي انت قلتي عليه وبعدين؟ وبعدين جيت هنا. انت جيتي لوحدك ولا الجمعيه اللي كنت فيها جابوكي على هنا؟ لا انا اللي جيت لوحدي. وهم فين الكلام ده فين؟ ما بيتابعوكيش اولادك؟ ما بيتابعوكيش؟ بيتابعني. كان بيجوني هناك وبعدين ما بشوفتهم. انا الحقيقه لساني عاجز عن اني اتكلم ولا اقول على الكلام اللي بسمعه ده. لكن يا اشتغلت عليهم واشتغلت وطفحت الدم عليهم. انا اشتغلت في وزاره الحربيه في الخدمات الطبيه. انا حضرتك انا كنت زي القصاص امسك السرنجه ما كانش يمسك يا دكتور والله العظيم. انا مش عارفه. بعد كده سبت وزاره الحربيه اشتغلت في الشيريتون تحت ايد الشيف الاستاذ محمد محمود. انا كنت بشتغل عليهم وما كنتش مخليهم عايزين حاجه وكنت مربيهم احسن تربيه. يا قلبي يا قلبي كده والله احسن تربيه. والمصحف وربنا يعز ويجل احسن تربيه. طيب خلاص ما تزعليش نفسك بقى دلوقتي. انا بس عايزه اقول لك على حاجه. انا فرحوني جدا لما قالوا لي ان انت عايزه موبايل. انت هتكلمي مين في الموبايل؟ انا افتكرت هتكلميهم. ما انا عايزه اكلم اي حد يجي يتصل بيهم. عندك تليفوناتهم؟ عندك تليفوناتهم؟ طب ادينا تليفوناتهم واحنا نجرب نتصل لك بيهم. هاتي التليفون وانا اجرب اتصل لك بيهم. يا رب قلبهم يحن كده. ويا رب يا رب هم قلبهم يمكن مسافرين مش موجودين هنا حد. لا لا انا ليا ابني هنا موجود ولي محل هنا موجود ورحت له. لا احنا زعق في وشي وقال لي بعيدي عني اسيب لك السيده كلها وامشي. قال لي كده. طيب هو اللي ابني الواحد اللي انا اعرف طريقه هنا اسمه احمد بالعربي كده وخليه بقى يتفجع. طب احنا هناخد النمره بتاعته وهنحاول نكلمه ان شاء الله. يا رب يعني ربنا يحنن قلبه. ربنا يحنن قلبه. حد يكلمه؟ بيجي يقول لي ايه وانا حد اللي عندي حاجه؟ انت مالك ومالي اسيب لك السيده وامشي في التليفون؟ معلش وحياه ربنا بيقول لي كده. انا مش عارفه اقول ايه. وحياه ربنا وصالي اللي معايا كلهم بيقول لي كده. معلش انا بيسمعوه وهو بيتكلم بالتليفون وبسمعهم. يعني انا بطلب ربنا يحنن قلوبهم. ومفيش بعد الام في حاجه. كلنا عارفين ان الام مفيش اغلى منها. مع ان انا كنت الام والاب. يعني انا ابوهم متوفي. انا ابوهم متوفي وكسرت سبايا عليهم 32 سنه قعدت عليهم ما اتجوزتش. هقول ايه؟ معلش معلش معلش. هي الدنيا بتتغير قوي. مش معاكي انتي. الدنيا بتتغير قوي. بس انا اول مره اشوف الحال. يعني اول مره يستضيفني او اسمع الحاله دي. وبرده الحاله بتاعتها هي. انما هقول ربنا يحنن قلوبهم. يا رب يا رب ربنا يحنن قلوبهم. اوكي انا بس عايزاكي عايزاهم يفتكروني. بس دول وحشوني والله وحشوني. انا بقعد اسالهم معيط واقول عادل وحشني. عادل وحشني قوي ابني. يا عادل انت سامع ماما بتترجاك انها تيجي نفسها تشوفك يا عادل. ما ينفعش يا عادل. يعني بتترجاك انها تشوفك. تعالى شوف تعالى شوف. يمكن بعد كده ربنا يفتح عليك اكتر. وربنا يعني ما تعرفش الام دي حاجه غاليه قوي 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 قوي. واسالوني انا يا ناس على الام. اسالوني انا على الام. انا من يوم ما راحت امي توفت. من يوم ما راحت امي انا من وقتها حاسه ان الدنيا دي ما بقتش. الدنيا مش دنيا. يعني حاسه ان انا الدنيا مش دنيا. يعني من غيرها حاسه ان الدنيا دي بعد الام مفيش حنان. خلاص مفيش حنان يا حبيبي. يلا خلاص بقى. عشان ايه؟ كفايه كده على الناس. فين الموبايل اللي هي عايزاه؟ فين الموبايل اللي طلبته؟ انا
حاجه يا وائل. عايزه تعملي بالموبايل ايه؟ انا عايزه اعرف. هتحطي نمره مين؟ مين اول نمره هتحطيها؟ احمد اللي واتصل بيه واقول له تعالى يشوفني. يا رب يرد عليكي. خدي ويا رب يرد عليكي يا احمد. يا رب يرد عليكي يا احمد. يا رب يا رب. انت ما طلبتيش حاجه، لكن انا قالوا لي على حاجات تانية يعني قدرنا نحققها. لو انت عايزه اي حاجه هنا هيبقوا معاكي. لو في اي حاجه انت عايزاها ارجوكي ما تتردديش، ارجوكي ما تتردديش. عم الشيخ مش مخلينا ناقصين اي حاجه. ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. احنا هنا عن بيوتنا والله. ربنا يديله الصحه ويكافئه ويعني ايامنا قبل ايامه يا رب. يا رب يديله الصحه والقوه. وربنا يديلك الصحه والقوه يا سيدنا الشيخ يا رب. والله ده عند ربنا. بس انا امانه اللي انت عايزاه هتقوليه للحاج، والحاج هنشوف هو هيتصل بمين دلوقتي. واللي انت عايزاه يعني قولي لنا كده عليه، قولي لنا عليه. الله يخليك. الله يخليك. يلا انت كنت طلبتي حاجه تانية كمان؟ احنا برضه انا مبسوطه بالاكل والشرب واللبس والنوم وكل حاجه بنفس الحاج. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انت كنت طلبتي حاجات تانية؟ احنا برضو طلبت البطانية. جاب لي بطانية. ما احنا جبنا لك. جبنا لك كمان. ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي. يا رب يخليكي. واي حاجة لما حد يتصل بيكي من طرفي، في حد هنا هيبقى بيتصل بيكي على طول. اي حاجة انت عايزها، اي حاجة نفسك فيها هتقولي على طول. هتقولي على ما عليك. ربنا يخليكي يا رب. الله يخليك. مش عايزاكي تعيطي. عامل غصب عني. ما انا بقى بيوحشوني والله، بيوحشوني والله، بيوحشوني والله العظيم بيوحشوني. يا رب مش قادره اكمل. انا يعني انا مش قادره اكمل والله بيوحشوني. يلا معلش معلش معلش. يلا خلاص عايزاكي تضحكي بقى. بس الموبايل بقى افتحي بقى وهنجيب لك الكارت له دلوقتي بقى، وهتنبسطي وتكلمي واحمد هيرد عليكي وعادل هيرد عليكي. لما اول ما تقول بس ما تعيطيش، لما تكلميه ما تعيطيش، قولي له يا حبيبي وحشتني تعالي اشوفك. ما تبكيش وتعيطي على طول كده حبيبتي. يمكن عندهم معلش يمكن عندهم يمكن عندهم حبيبتي يمكن عندهم حاجات مش عايزين يزعلوكي ولا يقولوا لك يعني. لا والله هم مبسوطين قوي، مبسوطين قوي. كويس ادعي لهم كمان. معلش ادعي لهم. عادل احمد يعني بعد اللي شفته ده يعني عايزه المره الجايه كده اسمع خبر من الموبايل بتاعها تكلمني وتقولي ان انتوا جيتوا لها. احدى حجار بناتي سليم. انا جوزت كجمعيه 13. عندي 12 حفيد وحفيده منهم. السنه دي هجوز 2. عندي 9 في الجامعات والمعاهد العليا الخاصه ان شاء الله. ويعني الحمد لله كل ده بفضل الله ومجهود ذاتي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني البنت بالذات في بلدنا لازم تتعلم. لأعلى شهادة من علم فتاة فقد علم أمة. ومن علم فتى فقد علم فردا. ده صحيح. أنا لحياة
مش عارفة أقول له إيه. أنا الأول كنت جاية كده يعني قلبي كان تعبان عشان أم عادل، لكن أنا دلوقتي حاسة أنها في إيد أمينة، هي والحاجة التانية اللي كانت موجودة معها، الست التانية اللي قالت ما أنا سمعت الكلام ده. ربنا يقويك ويديلك الصحة، ربنا يقويك ويديلك الصحة، وإن شاء الله كل اللي أنت بتعمله ده عند ربنا، عند ربنا. دي الجمعية دي الوحيدة اللي بتجمع ما بين الجدة والحفيدة، بمعنى ان انا الطفل الصغير ده عايز حد يرغي معايا، مش عارفة مش فاضية، اللي قاعدين في المسنات بيحسبوا ان هنا مستنيين قطر الموت، عايز لهم لا انتوا احياء وبتنجوا، تاخد الطفل يبقى فيه. انا شفت الاطفال الصغيره، لا ربنا يديلك القوه، ربنا يديلك القوه، والله ربنا يديلك القوه. شايفين المثل الجميل الحلو ده، المثل الجميل الحلو ده، يعني ده الفنان شارك بعمله في الصهاينه وفي الدفاع عن البلد، وشفنا افلام جميله للسياده. نشكرك جدا يا حاج، اشكرك جدا يا حاج، نشوفك على خير. نقطة ضعفك يا مدام نبيلة؟ المرض. اي حد عيان ما اقدرش، اي حد عيان ما اقدرش اشوف اي حد عيان. بتكتسبي ثقتك في نفسك من اني مصدر؟ المال ولا الصحة ولا الحبايب اللي حواليك؟ ثلاثة. يعني انا صحتي نمرة واحد. المال اللي بيساعدني على الـ على الـ على اني ابقى، والحبايب والاصحاب، الواحد ما يقدرش يعيش من غيرهم. انا بقوم الصبح امسك الاجنده، اكلم مين، الحبايب والاصحاب. حققتي كام في المية اللي كان نفسك فيه لما كنت لسه طفله صغيره في المدرسه وبتروحي البيت بتقلدي مدام فاتن حمامه وبتقعدي ترقصي في الافلام اللي بتشوفيها؟ كم في المية من اللي انت عملتيه في حياتك حقق لك ذاتك؟ لا حققت حاجات كتير الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يعني ما في حاجة أنا تمنيتها من ربنا وإلا ما ادهالي حقيقة يعني. فأنا بحمد ربنا وأشكر فضله وأقول له الحمد لله وبوس إيدي وشي وضهر، بس بطلب الصحة دلوقتي، الصحة والستر. يعني كانت أمي دايما تقول لي إيه الستر، ولا هو انت ما عندكش حاجه غير الستر، ما تطلبي حاجه تانية، تقول لي هتعرفي قيمته ده وانا صغيره، طبعا تقول لي هتعرفي قيمته ده بعدين. فعلا لقيت الصحه والستر. الستر ده انا مستوره بدعوتها ليا، وهي في اخر يعني 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 خلاص عينيها بتتقفل ما بتفتحش تاني، وتروح في غيبوبه وبتقول لي استرك. انا عايشه بده لغايه دلوقتي، الفتره اللي هي اتوفت فيها لغايه دلوقتي يسترك، خلاص انا عايشه بيها دي. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. ويسترك من الله يخليك. دايما نسمع عنك كل خير يا رب. يخليك. انا بشكرك جدا، انت انسانه نبيله مدام نبيله. الله يخليك. وفنانه عظيمه. الله يخليك. قدمت كتير واحنا منتظرين منك اكتر كمان. الله يخليك. ميرسي يا عمرو، انا اللي سعيده جدا جدا ومبسوطه ان احنا هنعمل حاجه مع بعض ونروح المكان اللي احنا اتفقنا عليه ده، عشان دي حاجة هتسعدني وتسعدك وتسعدهم هم كمان، وبتمنى من الناس اللي هي قلبها يعني جامد شوية كده، قلوبها يبقى فيها الرحمة على الأهل والأصحاب والمقربين اللي بيسبوهم والمحيطين بيهم، لأن دي بتبقى يعني ربنا نزل في قلبهم الرحمة على الآخرين. بس بشكرك جدا. أنا اللي بشكرك. كان معاكم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد في واحد من الناس.